وإن كان الوقت من ذهب فإنه في الأراضي الفلسطينية من حواجز. لم تكتفي إسرائيل بسرقة أرض الفلسطينيين وأموالهم وحتى مقدراتهم منذ احتلالها، حتى باتت تكبدهم خسائر مالية تصل إلى 270 مليون دولار سنويا. لا نتحدث هنا عن رفاهية الفلسطينيين، بل نتحدث عن سيف الوقت الذي تسلطه إسرائيل على أرزاق الفلسطينيين. فأرزاق الفلسطينيين تقيدها الحواجز والإجراءات التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما يتسبب بخسارة تقدر ب 60 مليون ساعة عمل سنويا بتكلفة تصل إلى 270 مليون دولار. ضمن دراسة حديثة لمعهد الأبحاث التطبيقية أريج، أظهرت الآثار الاقتصادية والبيئية للقيود على حركة وتنقل الفلسطينيين بين مدن وقرى الضفة الغربية. معظم العمال يقضون ما بين 10 ل 12 ساعة وأحيانا 14 ساعة ما بين الخروج من العمل إلى العودة إلى البيت. مجموع الساعات اللي قدرنا نجملها من خلال هاي المنهجية للعمل طلع ما يقارب عنا 60 مليون ساعة عمل هاي ضائعة ما بين حواجز الضفة الغربية وحاجز تفصل الضفة الغربية عن خط الخضر والقدس الشرقية. الحواجز الإسرائيلية قطعت المحافظات الفلسطينية عن بعض وعاقت سهولة انتقال البضائع والعمال الفلسطينية. طبعا هذا يلقي بظلاله على تكلفة الإنتاج لكثير من المنشآت التجارية ولحركة التصدير والعمالة. ويشتكي الفلسطينيون من أزمات السير التي يتسبب بها 15 حاجزا عسكريا إسرائيليا من بين أكثر من 600 حاجز بين مدن الضفة الغربية، بالإضافة إلى 11 معبرا تتحكم بمرور وحركة الفلسطينيين للقدس وداخل الخط الأخضر، مما يؤدي لاستهلاك 80 مليون لتر سنويا من الوقود بتكلفة تصل إلى 135 مليون دولار. أكيد خسائر. أنا لما مثلا مشواري بدل ما يقعد يعني 7 كيلو يقعد مثلا 10 دقائق، انا بقعد معي مرات يعني ساعتين. لو فيش حاجز بيكون احسن، يعني بتكسب وقت، تكسب شغل اكثر، بتسوي مصاري اكثر. واعتمد معهد أريج في دراسته على أخذ عينة عشوائية من الحواجز الإسرائيلية، مستخدما نتائج العد المروري وحساب حجم المرور الكلي من خلال معطيات وبيانات أجهزة نظام تحديد المواقع العالمية GPS التي كانت تقيس وتحسب وقت التأخير لكل مركبة تمر على الحاجز واحتساب ساعات الانتظار والتأخير للعمال. ضياء حشية، الغد، القدس المحتلة.